ترى عندي لك مفاجأة. بالله شو هي؟ ما راح أعطيك تعريف إلا ب 1500 ريال، ولا تجيبها لي ميات، جيبها لي مات 500. أنا ماني فاضي أعد. سي يو. 1500؟ قسم بالله نفلتي. آخ ولك على القلب هالكفيل، الله لا يشبعه. وأني يا جماعة هلا قسم بالله متورط، بس بدي أي حد يكفلني. في الحقيقة نظام الكفالة المعمول به هنا، فيا جماعة مثل ما أنتم شايفين، أي كفيل أنا مستعد أرضى بيه، أي كفيل برضى بيه، أنا ما عندي مشكلة. لا بس ترى أنت مالك داعي، دائما تروح لسوريا وتجيب له حلاوة بقلاوة يا أخي، ما كنت ذوقتها أنا ولا مرة، صدق إنك قليل خاتمة. وكنت اصطمأنت؟ عم أقول لك إلي 20 سنة ما زلت على الشام، ما تابعت المشهد قبل شوي؟ البقلاوة اللي عم أجيب له إياها، عم أجيب له إياها من البطحة، مشان الله ركز معي، ركز معي شوي. وين شاطر أنت شراه بس الدميجة أنت؟ ناسمع سالفة الرجال زين، يقول لك 1005 عشان ورقة. إي والله مثل ما عم أحكي لك هيك صار. أنا فاهم، بس يعني أنت جاي للكافي هنا ليش؟ يعني تدور كفيل؟ ولك لا، اسمعوا مني يا جماعة، أنا جاي أدور على أي حدا سعودي، ها معه جنسية سعودية هاي، يعني هيك يؤمن بالفزعة، أنتوا عندكم نظام الفزعة، هيك أشيل عقالي هيك وأزته بين رجلي، يقول لي خذ بكفلك أنا. لا أعتقد بالرواد هذا المقهى أن تجد كفلاء محتملين. يعني متوقع أنت وجهك في أحد بيجي في المقهى هنا يكفلك. لك لا، مو انه الكافي كله، لا يعني رفقاتي انا الاصدقاء اللي بيؤمنوا بمعنى الصداقه، اللي الصداقه موجوده في نص مكان قلوبهم. في مثل هذا الزمن لم تعد هذه الصداقات موجوده يا بداسه. ما انت مسوين بو احد يعرفك اصلا ذا عشان يكفلك؟ رجل جننت وياه؟ جننتوني ها؟ ولكن الصبح عمال امحلكم، بدي حدا يكفلني منكم انتم، انتم مانكم رفقاتي، ولكن انتم مانكم سعوديين، ولا جايبكم معي من قريتين، بدي حدا سعودي معه بطاقه سعوديه يكفلني، ولكن الصبح يعني لازم اطعمك يا فمك عشان تفهم انت وياه.